ست انجي يا ست انجي. ايوه حاضر حاضر. في ايه؟ في ايه انجي؟ انا ست انجي، ست هبه عايزه ترميني من البلكونه الحقيني والنبي. عملتي ايه تاني يا ستهم؟ كسرت طبق البيض اللي المعلم بعته بس، والختمه كان قصدي يا ست انجي. مش كده مش كده يا ستهم، ايه الكسوره؟ قلت لك 100 مره تخلي بالك. ولك ومش هسيبك يا مكسوره النعمه. خشي استخبي لحد ما هديها. اوعي كده يا انجي، اوعي يا فهد. انت يا ستهم الكلب اطلعيني، والمصحف ما حد عتقك من ايدي النهارده. عارفه هموتك، هرميك من البلكونه. في ايه؟ ايه العصبيه والافوره دي يا هبه؟ مش ممكن، عايزه تموتي البنت عشان كسرت شويه بيض. ايه ده؟ ايه جو اشارات المرور اللي انت عايشه فيه ده؟ اسكتي انت يا انجي، اسكتي خالص. دي بنت يا اختي مروشه وايديها مرعوش، البنت عماله تكسر لي في الشقه. اه ما انا اللي شقتي بتتكسر وانت مش حاسه بحاجه. انت يا اختي قاعده لي هنا في جنه وشقتك سليمه. طب اهدي بقى، اهدي اهدي يا هبه حبيبتي، تعالي اقعدي بس وارتاحي كده. ارتاحي يا حبيبتي ارتاحي، كل حاجه بتتحل مش كده يا هبه؟ اقعدي يا حبيبتي، هتعملي في نفسك حاجه. ارتاحي واحكي لي ايه اللي حصل بالظبط. تتحل ايه يا اختي؟ تتحل ايه؟ جت حل وسطها البت يا اختي المزغوده على قلبها. اول امبارح مسكت الفازه وهي بتجري وراح الدب كسره، قلت خلاص خدت الشر وراح مش مهم. تيجي بقى امبارح تكمل بقى الطين مبله، تعمل ايه يا اختي؟ قاعدين بناكل، بقول لها تعالي يا بت شيل الاطباق. في حاجه دي يا اختي؟ لا خالص. تروح كسران الطبقين، ويا ريتهم يا اختي اي طبقين، ده الطبقين اللي انا شاريهم من التوحيد والنور في السالي. مين سالي؟ سالي يا انجي يعني تخفيض. سيل سيل يا اختي. سيل ايه بس وامطار ايه؟ هو ده يا اختي وقته؟ ما تاخدي لك كرسي كده تنمي من نفسك، ده يا اختي اللي انا فيه ده. المهم خلينا في البيت وفي قرفها. تكمل بقى النهارده المعلم بعت لي طبق بيت، تكسره لي يا اختي وتزفر لي الشقه كلها، ويا ريت على كده وبس. الحلوه سايبه لي الشقه تضرب تقلب، وقال ايه قاعده تتفرج لي على الكرتون. ليه يا اختي؟ حد قال لها ان انا قلبت شقتي حضانه براعم الزهور؟ طفله طفله يا هبه، زي الاطفال اللي في سنها يا حبيبتي، ما جراش حاجه. وبعدين انا مش فاهمه ايه غيتك في الشغالات الصغيرين؟ وبعدين انتي بصراحه ما بتراعيش فيهم ربنا. ايه اللي تلسعيها بشمعه، ولا تشكشكيها بابره، ولا تلبسيها مصيبه تدخليها الاحداث؟ والبت الغلبانه دي عايزه ترميها من البلكونه. البلكونه يا هبه انت اتجننتي. اتجننت ايه يا اختي واطفال ايه؟ ده انا كنت قد المزغوده دي كنت حبله في البت اسراء بنتي. وبعدين يا اختي امال عايزانا اجيب بقى وليه كبيره عشان تلهف الراجل مني، ولا اروح بقى اجيب بقى عيله مزه كده تمشي تتمرقع لي مع اي واد صايع وتحمل وتيجي تلبسني انا المصيبه؟ يا اختي يا ريت كنت الاقي معايا اللي يعمل معايا كده في طفولتي ربع اللي انا بعمله معاهم. ها ده انا ماكلاهم مشرباهم منيماهم مجهزاهم مأمنه لهم مستقبلهم. على يدي على يدي يا هبه بأمرت ان كل اسبوع في عيله جديده. نسيتي البت بتاعت الاسبوع اللي فات اللي مشيتيها معاها مستديمه؟ يا هبه حرام عليك يا ماما، مش كده، دول اطفال وليهم حقوق على المجتمع. في السن ده الاطفال مكانهم المدارس مش شغل البيوت يا حبيبتي. وبعدين لعلمك بقى القانون ما بيسمحش ان اي بنت تشتغل اقل من 14 سنه. انشي بقول لك ايه، انت فرهطتيني. عارفه انا كنت نازله كده عندي باور امسك البت دي كده اعوجها، انت هبطتي من عزيمتي. طلعي البت وانا مش هعمل لها حاجه، خلاص مش هضربها عشان خاطري. ها ايه بقى بوبو؟ ها مش هتعمل لها حاجه؟ بروميس؟ ايه وعد يعني؟ ماشي. وحياه سالي؟ سالي مين؟ سالي بقى واطور من نفسي وكده. احبك انا بقى لما تلقطي مني اروح. هاتي المنفضه. لا 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 الاطفال احباب الله. مش قلت لك عندي كتير عليا قوي. ست انجي يا ست انجي يا ست انجي، في ايه يا دادا؟ في ايه؟ انا قلت 100 مره ما حدش يقطعني وانا بتفرج على الفيلم ده بالذات. بس يا ستي. بس ايه بس يا هسمي؟ من قدامي يا ام علاش مش شايفه، تعالي في الفصل الاعلامي. بشوقك بقى، بس انا حبيت اقول لك اهو من بدري ان انا هسافر. استني 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 يا دادا، تعالي يا حبيبتي وانا عندي اغلى منك يا روحي. تعالي الفيلم طز في الفيلم اهو، ابقى اجيبه دي في دي. حاطي يا حبيبتي اقعدي حاطي. سمعت كده خير اللهم اجعله خير، حاجه كده متهيألي يعني هسافر حاجة كده دمها تقيل. أصل عقبال ما تفرحي بمية وهي عروسة، البت عيشة بنتي فرحها قرب، ولازم أنا أسافر البلد لحد ما الفرح يتم وأطمن عليها. ألف مبروك يا حبيبتي. ربنا يطمنك عليها. وماله وماله، نقول أسبوع كده كويس؟ أسبوع ده إيه يا ست إنجي؟
ده لسه الطحينة والتنجيد والانفريش وبعد كده بقى الفرح. قبل ما افرش لمي بايديا. في حياتك يا ديدا. ألف مبروك يا حبيبتي. وأنا عندي أغلى من عيشة. وماله؟ نقول أسبوعين حلو؟ أسبوعين إيه؟ هما شهرين إن شاء الله. ليه؟ شهرين ليه يا مفترية؟ أنت هتستنيها لما تولد؟ هي في واحدة بتحبر وتولد في شهرين برضو يا استنجي. أنت ليكي نفس تهزري يا أم عليش؟ حرام عليكي، ده أنت بتاخدي أجازات أكتر ما بتتنفسي يا شيخة. أنا ساعات بنسى إن أنت معانا في البيت أصلاً. بعدين ايه ده؟ قومي فزي وانتي بتكلميني. اصل يا ستي البت وجوزها ناويين في شهر العسل يروحوا يعملوا عمره عشان ربنا يبارك لهم في الجوازه بقى وكده، قلت اطلع معاهم. عقبالك يا استنجي انت والاستاذ علي. عمره في شهر العسل؟ وامها طالعه معاها؟ ايه العيله الاوفر دي؟ انتوا اوفر يا ام عليش، انت شخصيا اوفر. لعلمك بقى، انت فاكره يعني ان انا هحتاج لك؟ انا ولا يفرق معايا. روحي سافري يا ام عليش. مش فارق معايا، انت فاكره ان انت ليكي لازمه؟ لا انا مقعدكي هنا بس علشان جدتي اللي كانت مربياكي هو ده، انما انا ايدي بايدك في كل حاجه في البيت. ايوه اذا كان على الاكل الولاد يطلبوا دليفري، مش فارق معايا. سافري شهر اتنين ان شاء الله 10، اتفضلي على المطبخ. منك لله منك لله يا قادره، بس ما تتاخريش والنبي يا معلش تاخريش. بس يا حبيبتي، وده اللي جاب لي خالتي الكافيه بقى بعد طلاق بنتها. بس الصراحه يعني العريس كان عنده حق. ليه؟ على راي المثل، العروسه اول اسبوع فانوس منور وبعد كده عفريت مصور. خرب عقلك يا منال، والله مش عارفه بتجيبي الكلام ده منين. منال معلش انا كان عندي طلب يعني، بس انا مكسوفه والله اسالك. في كتاب كنت سالفاه مني من حوالي 6 شهور كده، اسمه كيف تدير وقتك، كنت عايزاه عشان بكتب يعني مقاله عندي في العمود وعايزه انقش منه كلمتين، ما اخبيش عليكي. لا حاضر عيني، حالا يا اختي يكون عندك. ميرسي يا حبيبتي. ما كانش له لازمه ابدا التقطيم ده. ايوه يا باكينيه. اه يا حبيبتي بقول لك، في كتاب كده على الكومودينو ورا البرواز اللي فيه صورتي وانا متصوره بالمايوه في مراقيه وماسكه الكابوريايه من ديلها. هاتيه يا حبيبتي. يلا مع السلامه. ايه ده انتي بتلبسي مايو؟ اه وان بيس بقى ولا تو بيس؟ لا فايف بيس. اه يا دوبك. عن اذنك حبيبتي دي اوحى. هلو هلو مدام منال موجودة؟ اه مدام منال موجودة. نقول لها مين يا فندم؟ باكينام لو سمحتي. اتفضلي. اتفضل. منال حبيبتي متهيألي في ضيوف عشانك. ضيوف ايه يا انوش؟ يوكتك ايه؟ دي باكينام. اتفضل يا مدام. بس ده كتاب تنمية بشرية. ايه اه يا اختي ايه ومالها التنمية البشرية؟ يا فندم ده نصب وضحك على الدقون، مفيش قواعد نقدر نحطها للناس كلها، كل شخص بيختلف عن التاني طبقا لوعيه وتجربته الشخصية. لو حضرتك عايزة تفهمي نفسك وتحكمي فيها يبقى الأفضل تقري في كتب علم النفس والفلسفة، مش النصب والكلام الفاضي ده. وماله يا اختي؟ لا عداك العيب وازح، يا ريت انت كمان تازحي لو كنت خلصت. انا فعلا خلصت يا فندم. Have a nice evening. Have a nice drink. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. اتفضلي معانا شويه. ميرسي. اتفضلي حضرتك. ميرسي. خدي الدور في ايدك.